مع العميد عادل حشاش مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. راح نتكلم عن موضوع حريق اليخت في الخيران ونتكلم عن الوفيات. اليوم الإدارة العامة للإطفاء تعلن عن 6 وفيات و4 إصابات في حريق وانفجار يخت يبلغ طوله 48 قدم. نتقدم للعوائل بالعزاء ونقول لهم عظم الله أجركم. وكانت فاجعة اليوم الكويت تعيش هذا الحدث الجلل بوفاة 6 حالات و4 إصابات في حريق وانفجار يخت في الخيران. العميد عادل مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يطول بعمرك. العميد عادل، اليوم أهل الكويت فاجأوا في يعني خبر جلل وفاة 6 و4 إصابات في حريق وانفجار يخت في الخيران، وما نقدر نقول الا عظم الله اجرهم وعظم الله اجرك ايضا في قضيه يعني هذه تمس كلها الكويت. نتكلم عن هذه الحادثه عميد عادل. نعم. بدايه ابو احمد امس عليك بالخير، وايضا ترحيبي لاخواننا متابعين هذا البرنامج. شاكر لك ابو احمد بعمرك على يعني المواصله ومتابعه كل ما هو يتعلق بامن وامان وتوضيح الصوره وتبيان ايضا حقائق، ومتابع لكل امس جات اول باول. تشكر يا ابو احمد وشكر البرنامج على حسن المتابعه. اليوم فجعنا مثل ما فجع اهل الكويت كلهم امانه بحادث حريق ليخت. هذا الحادث نتج عن وفيات واصابات، وحادث اليم بكل ما تحمله كلمه من معاني. ما نقدر نقول امام يعني هذا الحادث الا نعظم الاجر لاسره عائله العويهان. نعم. وكل من توفوا ونقول لهم يعني لاهلهم مثواهم الجنه ان شاء الله، والله يلهمهم الصبر والسلوان لاهلهم وعوائلهم ولكل اقربائهم، وللمصابين ان شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل، وعسى الله يتمم علاجهم ان شاء الله ويطلعون ان شاء الله باذن الفرصه بعد ان يستكملوا ملف العلاج كله بالكامل. اليوم الحادث أبو محمد اللي حصل ما بعد الظهر تقريبا، يمكن اشتركوا فيه في المقدمة اللي هي الخبر السواحل. بمجرد ما تلقى البلاغ تلقائيا الزوارق والطريق تجهد إلى هذا الموقع، معنا مصروف الطيران العمودي والأخوان أيضا بالإدارة العامة للإطفاء، ومشكورين أيضا الغواصين من الجيش الكويتي كانوا أيضا معنا والإنقاذ البحري اللي تابع أيضا للإطفاء. كلهم الحقيقة اشتركوا في متابعة مجريات هذا الحادث اللي وقع في منطقة الزور بالقرب من منطقة الخيران. يمكن كان هناك يعني تداول في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للمصابين والوفيات. نحب نبين ان كلهم كانوا يعني للامانه من اسره واحده مستقلين. هذا اليخت يملكونه هم اساسا ملكه، يعني اليخت ملك صاحب الاطراد ومع اسرته وعياله وعيال عياله، وبالتالي هذا الحادث وقع لهذه الاسره بالتحديد دون اي اطراف اخرى موجوده معهم في موقع يعني موقع الحريق او موقع نشوب الحريق داخل اليخت. نتج عن هذا الحادث أخوي محمد عدد 6 وفيات و4 إصابات. أستعرضهم وأستذكرهم وأحدد أيضا صلة القرابة حتى تكون الأمور واضحة بالنسبة لإخواني المشاهدين. 6 وفيات و4 إصابات. المتوفين عبد الله نايف سعود العويهان مواليد 60، وهو رب الأسرة ومالك اليخت. عبد الله نايف سعود العويهان مواليد 60 ورب الاسره وهو مالك اليخت وكان موجود معهم، توفى. هذا الله يرحمه. زوجته كانت هدى عبد الرحمن العويهان مواليد 64 وايضا توفى. جميله عبد الله نايف العويهان مواليد 88 بنته اللي هو بنت يا عبد الله اللي هو مالك اليخت ايضا توفت، ومعاها بنتين. البنتين هذيل بنات جميله اللي هو ابنه صاحب اليخت اللي هي مي نايف احمد مواليد 2009 وهبه نايف احمد مواليد 2007 كلهم توفوا. نوره حمد عبد الله القعود مواليد 90 هي زوجة سعود العويهان اللي هو كان يقود الزورق وقت نشوب الحريق. نوره حمد عبد الله القعود مواليد 90 هي زوجة سعود العويهان اللي كان يسوق اليخت وهو ابن مالك اليخت ايضا. المصابين عبد العزيز عبد الله نايف العويهان مواليد 97، حالته نوعا ما غير مستقره لكن ان شاء الله تتماثل ان شاء الله مع الطاقم الطبي للعلاج. سعود عبد الله نايف العويهان اللي انا ذكرت قبل شويه اللي هي زوجته توفت.
اللي انا حدثتك اياها قبل شويه وقلت لك ان ادت لوجود هذا الحريق الى وفاته. وضحى عبد الله نايف روان مواليد 2000 اللي هي ابنه مالك الياخ واختهم ايضا عائلتها ايضا غير صغيره. الطفله عائشه نايف احمد روان اللي هي ابنه جميله اللي بناتها سنتين توفوا، والابنه هذه للحين يعني حالتها شويه حرجه لكن نتمنى لهم بالشفاء العاجل باذن الله تعالى. هذا بالنسبة للوفيات، وهذا بالنسبة للإصابات حددتها بست وفيات وأربع إصابات. حدث أيضا صلة القرابة ما بين وما بين بعض أخي محمد، يمكن وضحت الصورة يمكن واضحة الآن، صارت واضحة. كلهم تقريبا يمكن من عائلة واحدة، وتقريبا يعني الآن مجريات الحادث قاعد يخضع لعملية الفحص من قبل قسم مراقبة الحرائق التابعة للإطفاء بالتعاون مع خفر السواحل، تمهيدا لي يعني استكمال هذه التحريات ورفعها الى التحقيقات لاستكمال ملف هذه القضيه. والله ما اقدر نقول عادل يعني مصاب جلل، والحمد لله ونتقدم بالعزاء لعائله العوهان وان شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما اتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل ان شاء الله لكل المصابين وعسى ما شفت علاجهم ومثواهم ان شاء الله كل متوفى وثواهم ان شاء الله جنة ان شاء الله. الله ربي يرحمهم ويرحمهم. شاكرك على تعاونك ودائما انا عميد عادل، وشكرا لك يا بعد. الله يحفظك. تسلم. ايضا على اساس مزيد من الاستيضاح راح يكون معنا